والحضارة صنوان لا يفترقان، فحيثما وجد الري وجدت الحضارة. فعلى ضفاف الرافدين العظيمين دجلة والفرات قامت أقدم وأرقى الحضارات التي عرفها الإنسان، ازدهرت وتطورت في ظل أقدم نظام للري عرفه التاريخ. ومنذ الأزل أتقن العراقيون القدماء هندسة الري وشق الأنهر والجداول والقنوات الإروائية، وأبدعوا في بناء السدود والخزانات وخبروا علوم المياه. في عام 1918 أنشئت أول دائرة للري، كانت أعمالها مقتصرة على جمع البيانات عن مناسيب وتصاريف الأنهر وأعمال مكافحة الفيضانات وتوزيع المياه. وفي عام 1927 تشكلت وزارة باسم وزارة الري والزراعة، وكانت مديرية الري العامة آنذاك إحدى الدوائر التابعة لها. ثم ألغيت وزارة الري والزراعة في 26 من عام 1930، واستمرت مديرية الري العامة بأعمالها مرتبطة بوزارة المواصلات والأشغال. بعدها في عام 1952 ارتبطت بوزارة الزراعة ثم بوزارة الإصلاح الزراعي لغاية سنة 1969، حين استحدثت وزارة الري وزارة الموارد المائية. حالياً تبنت السياسات المائية وتنمية الموارد المائية السطحية والجوفية وفق خطط سنوية وبعيدة المدى. في 9 نيسان لعام 2003، وبعد انتهاء العمليات العسكرية، تعرضت بناية الوزارة ودوائرها المنتشرة في بغداد والمحافظات إلى أعمال نهب وسلب وحرق، ونالها الكثير من الدماري والتخريب. بعدها بفترة قصيرة فقط تم اتخاذ القرار بإعادة إعمار البنايات والمنشآت المتضررة وأعدت التصاميم الخاصة بها. وبالفعل تمت المباشرة بإعمار بناية الوزارة في 10 آب لعام 2003، وبتعاون رائع بين الملاكات الفنية والهندسية في وزارة الموارد المائية ووزارة الإسكان والإعمار، وبإشراف مستمر ومباشر من قبل الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد وزير الموارد المائية. شمل العمل رفع كميات هائلة من الأنقاض وتنظيف البناية والمباشرة بالأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية وأعمال التبريد المركزية. وكذلك تصنيع وتركيب الديكورات الخارجية والقواطع والسقوف الثانوية، إضافة إلى التأسيسات الكهربائية والخدمات الأخرى، فضلا عن إنشاء النافورات وحدائق جميلة تحيط بالبناية لتضيف لمسة جمالية على المكان. ولم يستغرق هذا العمل الكبير من الوقت أكثر من 6 أشهر، وإذا بالوزارة تلبس حلتها الجديدة وتعيد بريقها وجمالها، وبدأت من جديد مزاولة الأعمال والمهام العديدة الموكلة إليها، والمتمثلة بإنشاء الخزانات والسدود الكبيرة والصغيرة لغرض خزن المياه ودرء خطر الفيضان وتوليد الطاقة الكهربائية وتوفير المياه للأغراض المختلفة
كذلك إنشاء منشآت السيطرة من السدات والنواظم القاطعة على نهري دجلة والفرات وروافدها، حيث يتم تنفيذ هذه الأعمال والإشراف عليها من قبل الهيئة العامة للسدود والخزانات وشركة الرافدين العامة لتنفيذ السدود. وللوزارة دور مهم في الحفاظ على مصادر المياه الطبيعية السطحية والجوفية والسعي للوصول إلى أعلى مستوى من الاستخدام الأمثل للمياه وتجنب الهدر وتقليل الضائعات المائية من خلال الهيئة العامة لتشغيل وصيانة مشاريع الري ودوائرها الفرعية في محافظات العراق المختلفة، حيث تقوم بتوزيع الحصص المائية على مشاريع الري كافة وصولا إلى أصغر وحدة إروائية. كما قامت الوزارة من خلال مركز إنعاش الأهوار وعبر دوائرها الفرعية في محافظات البصرة وميسان وذي قار بعمليات إعادة المياه إلى منطقة الأهوار التي تعرضت إلى عمليات تجفيف استمرت لأكثر من 10 سنوات من قبل النظام السابق، إضافة إلى القيام بوضع الخطط وإعداد الدراسات واتخاذ الإجراءات التنفيذية وبالتنسيق مع الوزارات المعنية لتنمية وتطوير الأهوار من الناحية البيئية والصحية والتربوية والاجتماعية وغيرها وتوفير كافة الخدمات الضرورية للسكان هناك. ومن خلال المركز الوطني لإدارة الموارد المائية تتم متابعة الموقف المائي لنهري دجلة والفرات وروافدهما والقيام بالمسح الشامل للموارد المائية السطحية والجوفية في العراق وأعداد خطط التخزين والتشغيل والسيطرة على الموارد المائية عن طريق إجراء الدراسات والقياسات والبحوث المتعلقة بها وبما يؤمن الاستخدام الأمثل والسليم لها. والاستثمار المياه الجوفية، تتوفر لدى الوزارة دراسات عديدة حول مكامن هذه المياه من حيث كمياتها ونوعيتها ومدى ملائمتها لأغراض الشرب والأغراض الزراعية، حيث تقوم الهيئة العامة للمياه الجوفية بتنفيذ أعمال حفر الآبار التي تشمل عمليات الحفر والتبطين بالأنابيب الحديدية والفحص ونصب طواقم الضخ والإشراف عليها وصيانتها. كما تقوم الوزارة بتنفيذ مشاريع الري والاستصلاح من خلال شركتي العراق والفاو العامتين لتنفيذ مشاريع الري المتخصصتين بإنشاء وتبطين القنوات الإروائية الرئيسية والفرعية وإنشاء المبازل وبناء المنشآت الكونكريتية ومحطات الضخ لشبكتي الري والبزل، وكذلك القيام بأعمال التكسية الحجرية لضفاف الأنهر والبحيرات لحمايتها من التآكل والانهيار. كما تشرف على جميع الأعمال الخاصة بتنفيذ المشاريع الهيئة العامة لتنفيذ مشاريع الري والاستصلاح بهدف تحويل مساحات ديمية إلى مروية وتطوير منظومة الري وتحقيق كفاية عالية لنقل وتوزيع المياه وتخليص التربة من الأملاح عن طريق شبكة